بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. قلنا نرجو للآية 71 من سورة الزمر لجروب، وبالتحديد إلى آية 71. وسيق، فكروا شوية في مصيركم، كيف ستنساقون إلى جهنم مرغب أنوفكم، وما ربك بظلام العبيد، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا ولدي قال تظلمي نفسك، ما قلتش يا ولدي أنا كونك ولدي، لكن الرق معك الكلام لعلك تفهم اللي في الإسلام، فما ما يطمع فيه من عاقبة خيرية، من رضا الرحمنية، ما و و و و و وما مبرات من عند الله. يقرأ عليك القرآن وأنت في جنان الخلد، أن تكون عندك حور عين، أن تكون لك جنتان عن يمين وشمال. عليه هذا كل الخير، هذا كل ذكوركم، قلتم سال شعاعكم. تعالى إذا كانوا أنتم أصبتم بغباوة وبرود انفعال وما يأثر فيكم إلا أعمال الشيطان، مع أن من أمنونكم تشنقلتوا وبئس المصير. نسأل الله حسن الخاتمة.